السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أقوى علاج للهزة عند السمان أو الرفة، برضو ناس بتقول الرفة أو الهزة، احنا بنقول هنا في دمياط كده. المهم هو فيروس يا جماعة بيجي بيخش في مخ السمانة تقريبا، فمن اثاره انه بيعمل التواء شديد في الرأس بتاع الحمامه وبيدلها لغايه تحت، بتبقى دماغها ملويه لتحت. وطبعا الناس اللي شافت الفيديو اللي فات شافت السمانه وهي كان رقبتها والله تكاد ان هي مش قادره ترفعها من الارض. فطبعا يا جماعه في احتياطات لازم احنا نعملها بسرعه لما نلاقي السمانه كده او الحمامه قصدي كده. طبعا يا جماعه الخير، الحمام طالما هي انتهى متجوزة او ذكر متجوز والتاني ما جالوش، يبقى احنا لازم نتعامل مع الاثنين نفس المعاملة في ايه الموضوع، لازم الاثنين نتعاملهم نفس المعاملة. طيب ايه اللي احنا نعمله؟ اولا طبعا لما الحمامة بتبدأ ما عادتش تقدر ان هي تخطأت ان هي تاكل، يعني لان التركيز بتاعها بيبقى صعب جدا ان هي تقدر تاكل، يعني تنشن على الحبة عشان تاكلها. فان كنت يعني الحمامه دي يعني غاليه عليك او تمنها غالي، فانت لابد حضرتك ان انت لاسفا بقى هتزققها. طيب هنزققها ايه؟ هنزققها يا جماعه اللي هو الفول المدشوش، هوريكم منه شويه اهو. ده يا جماعه الفول اللي احنا بنزققه للحمامه، بنبله شويه، بنبله يا جماعه ساعتين وبنبدا ندي للحمام منه، بس مش كتير يا جماعة الخير. يعني مثلا ايه، ادي مثلا ايه كبشة مثلا 20 جرام او حاجة زي كده، ما تزودش عن كده، علشان هي اصلا في الحالة دي يعني بتبقى صعبة جدا ان هي تقدر تسيطر على نفسها، فهي مش عايزة ايه جهد كمان في حكاية يعني تخش في موضوع الهضم يعني وكده. طيب ايه الموضوع او ايه العلاج يا جماعة اللي انا اكتشفته الحمد لله رب العالمين؟ وطبعا هو مش اكتشاف ولا حاجة، ولكن هو ممكن يكون ناس عارفينه كتير جدا. الموضوع يا جماعه او الحاجه اللي احنا العلاج اللي هو بتاع الهز ده، وطبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الحمد لله النتايه اللي هي على ايدنا الشمال دي اللي هي لينها على الرصاصه دياتي، دي النتايه، والذكر اللي هو على احمر. طبعا دول ولاد قطاوي يا جماعه، ما هماش بلدي صفر. فبقول لحضراتكم اللي هو التوم يا جماعه، التوم بتاعنا بندي للحمامه حوالي، يعني لو الفص التوم كبير بنقسمه بالنص يا جماعه، وبندي نصه للذكر ونصه الثاني للحمامه. طيب ما تزيدش يعني على عقله الصباع، يعني مثلا عقله الصباع ده قد كده يا جماعه، مثلا هي دي، يبقى بندي لها نصها كده، نصها بالظبط، نص صبع كده، ما تزيدش عن كده يا جماعه عشان ما ايه ما يتعبهاش، وممكن يعمل لها قرحه معده او حاجه. تمام؟ طبعا الحمد لله اللي شايفين الاخراج بتاعها دي، يمكن علامه برضو كويسه علشان تاكد للناس ان هي الحمد لله بدات تتصلح الحمد لله رب العالمين. فبندي لهم يا جماعه الصبح وبالليل وما نزودش عن كده طبعا، وبنحاول نديهوله في وسط الاكل. يعني ايه؟ يعني واحنا بنزقق السمان نعمل حسابنا ان نص التزقيق كده الكميه اللي احنا نديها له نديله فص التوم في النص. تمام؟ وطبعا بنقدم له ميه، الميه بننضفها كويس جدا يا جماعه، بنحط له ميه نظيفه، وعشان ما نطولش الفيديو كده يا جماعه الخير، يبقى انتوا عرفتوا المعلومه وجربوها وقولوا لي في الكومنتات عملت معاكم نتيجه ولا لا. احبكم في الله.